فتعالوا نشوف مقادير الرنجة بالصلصة واحكي لكم حكايتها. الوصفة دي مش ناس كتير بتعملها، عارفين زي ما فيش غير عيلتين في مصر، هي نفس الوصفة دي، خطيرة يعني. انا جربتها، مش طريقتي، انا شفتها على انستجرام وعجبتني جدا جدا لما عملتها في البيت برنجاية واحدة كده كتجربة، طلعت تحفة، قلت لازم تجربوها. طيب مقادير رنجة بالصلصة، ومش هتزفر ولا يحصل فيها اي مشكلة. معايا 5 رنجات مخليين، دي السليمة اللي احنا هنعمل فيها ايه، العاملة بتاعت المية المغلية. فلفل حامي، بصل مفروم، 3 فصوص من التوم ممكن نشيلهم خالص لو حابين، طماطم مكعبات، زيت، كمون وشطة وبابريكا، وكوباية من عصير الطماطم المركز او المسبك، يعني دي او دي، 3 معالق كبار من الصلصة، ليمونتين وكزبرة خضراء وفحمية للتدخين. الوصفة الاصلية اللي شفتها على انستجرام ما كانش فيها فحم وما كانش فيها توم، فانا الاضافتين دول حطيتهم من عندي لما جربتها في البيت وكانت خطيره. التدخين مع ان الرنجه اصلا مدخنه فهتحسوا ان في طعم خطير. هنعمل ايه بقى؟ تعالوا نشيل الراس والديل الاول بتاعت الرنجايه، والميه عندي بتغلي اهي، على ما نشوح الخضار. يا خوف يا بدران، بس اتوقع انها هتبقى حلوه يعني، لان في ناس بتقطق الرنجه على البخار، يعني بيحطوا مصفه وتحتيها حله فيها ميه ويسيبوها شويه كده تبتدي الجلد يفصل عن اللحم ويطقطقوه او يعني ينضفوه. فانا هعمل موضوع الميه ده وسيريا نورماندي، يعني ان شاء الله تطلع زي الفل. نعم كده، استنى جوانتي مش عايز يتلبس. بتغلي، انا هغطي الحله عشان بس تغلي على طول. ايه دي اهو، ونشيل الراس والديل. نجيب سكينه، تعالوا نجيب سكينه، متوهك انا ورايا معلش. هاخد بصلايه كمية كويسة يعني، ماشي، بصلاية كده حلوة صغننة، شوية ملح مش كتير، انا عندي الرنجة مملحة، يعني الرنجة دي مش ملحة قوي، ملحها مظبوط يمكن قليل، فانا هزود بس رشة من الملح. ندي تقليبة كده حلوة لحد بس نحس ان البصلاية يعني دبلت حاجة بسيطة. وادي كمان فصوص الثوم، وناخد فص كمان اهو، بس كده زي الفل. كمل تشويح، اول ما احس ان ريحه الثوم خرجت هروح نازله بايه، بالفلفل الحامي. ادي في اخر حاجه بحطها الطماطم، تشويحه كده حلوه. اول ما توصل عندي بالشكل الحلو ده هروح نازله بالطماطم، طماطمية كده صغننة، وأقلب مع بعض. عايزة الطماطم تدبل وما يكونش عندي في الطاسة أي مية، يعني طالما ما عنديش مية يبقى أنا هنسى خالص إن يطلع فيه أي طعم مش مستحب. نبتدي بقى نتبل فلفل أسود، وناخد الشطة وسنة الكمون الحلوة بتاعتنا مش كتير برضه، والبابريكا احطها كلها، يعني البابريكا على كيلو رنجه او يعني 5 رنجات متفصين تبقى معلقه كبيره، بتبقى حكايه. ناخد البصلايه اللي طايره دي، وللاسف هزود شويه زيت برده، شويه صغننين خالص عشان بس تبقى معايا كده حلو. ادي شويه الزيت بس كده، اعتقد مش هزود تاني، بس كده زي الفل. بصوا اول ما الاقي ان الطاسه بتاعتي ما فيهاش اي ميه من الطماطم ببتدي اضيف باقي المكونات. تمام جدا، بصوا الطاسه ازاي نظيفه مفيش ميه موجوده. هروح واخده بقى صلصه الطماطم، تقلبتين كده حلوين، الميه اعتقد بتغلي، لا لسه. هاخد بقى عصير الطماطم، واخد كمان الكزبرة او البقدونس او الشبت على حسب ما تحبه، وحط عصير الليمون. كده دي الخلطة بتاعتي، اشيل بقى حاجة مش موجودة عندي، احط حاجة موجودة عندي براحتكم خالص. بس الريحة خطيرة، ريحة الخلطة شكلها اصلا بصوا شايفاها في الشاشة اللي قدامي حكاية. بقطعها مكعبات، ما تبقاش صغيرة قوي ما تبقاش كبيرة قوي. دي معموله بطريقه الميه المغليه،
عشان كده ايه انا قلت نجربها مع بعض. بس كده اخر واحده ونعمل كده. لو حد طبعا مستغرب ايه اللي انتوا بتعملوه ده، والله انا كنت مستغربه زيكم كده. يعني لو حد بيقول يا لهوي رنجة على طماطم على تسبيكة، جربوا واحكموا دايما. يعني انا لو ما كنتش جربتها في البيت، جربتها برنجاية واحدة، كنت هفضل اقول ايه علاقة ايه علاقة ده بده. بس لما جربتها عارفين اللي هو لقمة وبعدين ايه، واستوقفني كده وفضلت واقفة شوية، هي ازاي طعمها حلو كده؟ يعني ازاي التسبيكة مع الرنجة طالعة بالجمال ده؟ فيعني جربوها هتطلع معاكم سوء، هتنبهروا زي باذن الله. مش بقلب كتير عشان الرنجه ما تتهريش، انا بس بسكنهم كده عشان بس كله يتشرب مع بعض، ويا دوبك يا دوبك 5 دقايق بالكتير وبرفعها. تمام.